يقول فضيلة الشيخ: بعض الشباب يصفون من يرى بأن الحجة تقوم على من بلغه الكتاب والسنة، ويرى أن التشريع العام كفر، فهل يصح هذا القول؟ بعض الناس حسب ما ذكر يقول بعض الناس يصفون من يرى بأن الحجة تقوم على من بلغه الكتاب والسنة، ويرى أن التشريع العام كفر، فهل يصح هذا؟ كيف التشريع العام كفر؟ نعم، الحجة تقوم على من بلغه القرآن وهو يعلم، يعرف معنى القرآن بأن يكون عربيا يعرف معنى الكلام، أما إن كان أعجميا ولا يعرف معنى الكلام العربي فهذا لا تقوم عليه الحجة حتى يترجم له المعنى، حتى يترجم له المعنى. أما العربي الذي يفهم القرآن الذي نزل بلغته فهذا يكفي مجرد بلوغ القرآن. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. العربي يكفي أنه تبلغه الآية أو الحديث لأنه عربي يفهم معنى الكلام، وإن كان يخفى عليه بعض الشيء لكن في الجملة هو يعلم هذا، يعلم معنى الشرك، يعلم معنى الإيمان، يعلم معنى الكفر، يعلم تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، هو عربي يعرف هذه الأمور، فهذا يكفي فيه بلوغ الحجة. نعم. أما الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية فهذا لا بد من ترجمة له، فإذا ترجم له المعنى وفهمه قامت عليه الحجة. نعم.